الفكرة بحراك بمشاركة النساء، النساء جزء من هذا المجتمع، أوجاعهم لا تختلف عن أوجاع الرجال، مطالبهم لا تختلف عن مطالب المجتمع بشكل عام. في خصوصية للنساء بأنه هن مسؤوليتهم يمكن أكبر شوي، فالتحديات اللي عم تواجههم أكبر شوي، ولكن نحن بخندق واحد، نحن بمطالبنا وحدي، حرية البلد، إنسانية الإنسان، كرامة الإنسان اللي هي منطلقين منها لنحقق حرية ونحقق يعني مستوى أحسن من الحياة، لأنه نحن شعب بيستاهل، وبلدنا بلدنا بلد فيها مقدرات مش بس بتكفي للشعب السوري، بس للأسف ما عم بتروح للشعب السوري. حراكنا كثير منظم، كثير حلو، كثير عفوي، بالرغم من أنه منظم، بس لما في هدف واضح قدامنا كلياتنا عم نجمع جهودنا وعم نوحد كلمتنا باتجاه هذا الهدف.